بعد الترجي والسياسي شبيبة القيروان تلقى روحها في مواجهة ثالثة من الحجم الثقيل ضد الإفريقي في مباراة شعارها الغيابات المؤثرة على التشكيل. الكلوب تحولت القيروان بعشرة غيابات بالتمام والكمال بين إصابات وعقوبات، خاصة على مستوى خط الدفاع اللي عرف تحويل كلي بالاستنجاد برشيد الصالح واسكندر العبيدي في اللاكس، يوسف العياشي من اليمين، وبالخيثر يصبح ظهير أيسر. عندنا جروب معتها لي سوليد ان شاء الله، وان شاء الله الوليدات اليوم اللي باش يكونوا موجودين اليوم في اللاكس كيما اسكندر وكيما شهاب يظل يلعب الماتش اللي فات كونتر جاب اسكندر اول ماتش. من جهته المدرب خالد مولي في اول مباراه ليه مع جي اس كا يلقى روحه مجبور تغيير المحور بعد غياب الثنائي الاساسي باشا وبوسنينه للانذار الثالث. ما تقفش الجمعيه على حاتم لعب، الناس كل حاضر، هو يلعب مدرب اعطى ثقه في وليد الحربي واعطى ثقه في العيوني، وان شاء الله يعدي وترحم. نتابع المقابلات الكل سواء في التلفزيون سواء في معناها في الملاعب مباشره، نتنقلوا لسوسه لصفاقس قروان. اليوم فرصه زاد فما بيان سور ان شاء الله تكون مقابله باهيه، وبطبيعه الحال فما ملاعبيه بين الاولمبي وبين المنتخب الاول. الامتياز في ماتش البارح لمهاجم السيا ياسين الشامخ اللي صنع انتصار الافريقي بعد ما سجل ثنائيه فيها برشا صنعه وبمجهود فردي واهدى ثلاثه نقاط للافريقي غايب عليه في القروان منذ جانفي 2014، وبين قوة شخصية بعد اللي صار له في لقاء الجيش الرواندي وتعويضه منذ الشوط الأول. Il a beaucoup travaillé cette semaine au niveau de la profondeur et au niveau de la récupération. اليوم شفتوا كل كرة يمشي بالبروفوندور مي مش يرجع بها. في الكرة توقع كل شيء. الحمد لله الوقت اللي يستحقني لونتونير نكون حاضر ونجاوب سيرتيلا ان شاء الله. جي اس كالبرا كانت اكثر استحواذ على الكره وضغطت على الدفاع الافريقي لكن دون تهديد منذ بدايه اللقاء. ابناء المولي في الهجوم مخالفه من العويشي كورتو في دين الشرف. خمسه دقائق لعب هفوه من الفريوي في ترجيع الكره والشماخي في المتابعه يصوب والدفاع يحط الكره في الركنيه. رغم حركه ساسي والعويشي والصالحي والزيدي الا انه غياب راس حربه صريح اثر على خط الهجوم، خاصه انه هالرباعي ما يملكش القدره على اللعب في هذا المركز، وهذا لاح في اكثر من مره خاصه بعد توغلات مصعب ساسي اللي في كل مرة يوزع وتغيب اللمسة الأخيرة. ما عندناش مهاجم صريح، اللاعبين اللي ترافيهم الكل دي جوارد كلوال ريكونفيرتي كومان اتاكان، دونك اليوم الإشكال واضح. عقم هجومي ونزيدوهم هفوة في التمرير من المتيري مع 25 دقيقة لعب، وهالمرة الشماخي ما يرفضش الهدية، يتوغل يصوب ويفتتح النتيجة بواقعية كبيرة أمام ديشي تكنيك كبير غير مسموح في جي اس كا. صحيح ما فماش اونتونت ما بين عيوني وما بين الحربي، اما كاول ماتش ما تنجمش تلوم على حتى حد. هدف حر اللاعبي الافريقي مشارك للعيادي خرج الدراجي كرته فوق المرمى. من جهتها الشبيبه ترجع للهجوم وتنجح في الحصول على الكره الثابته لكن دون استغلالها في الدقيقه 30 وكذلك في الدقيقه 34. في المقابل الافريقي خطير بسلاح الهجومات المعاكسه، دقيقتين قبل نهايه الشوط بلال الخفيفي السريع يتوغل يخرج العيادي في موقع مناسب فرصة الثانية تضيع. بداية ال 45 دقيقة الثانية كانت قوية لأبناء المولي، 46 دقيقة لعب توزيع من العويشي الزايدي بالراس والشرفي ببارات ممتاز يمنع الهدف. ضغط جي اس كا يتواصل، العويشي يحاول يتوغل التحام مع الشماخي والحكم الجريدي قرروا انذار لاعب جي اس كا للتمويل. سيناريو الشوط الأول يتواصل وعدم استغلال الكرات الثابتة وحتى توغل الظاهرين الرمضاني والربعي في كل مرة توزيعاتهم غابت عليهم اللمسة الأخيرة. عامل حاول يستغلوا الإفريقي واستغلال المساحات بالهجومات المعاكسة فضل سرعة الشماخي اللي في هالعملية توغل مهد للعيادي صوب والدفاع يدخل. زاد سرعة الخفيفي اللي فيه 68 دقيقة لاعب عمل كل شيء، توغل تجاوز أكثر من مدافع لكنه لا صوب ولا مر الكرة لزملائه. جي اس كا ترجع مرة أخرى للهجوم لكن كالعادة اللمسة الأخيرة تغيب في 30 متر وضغط ولت أخطاء لاعبي الإفريقي اللي كلف مشارك الإقصاء مع 70 دقيقة لعب وتفوق عددي لأبناء خالد المولي. في الوقت اللي جي اس كا تبحث على التعديل خاصة بعد هالمخالفة من ساسي، هفوة دفاعية جديدة مع 73 دقيقة لعب، هالمرة المسكيني ما يعرفش يتصدى لتمرير يحيى يخرج بها الشماخي ورغم صعوبة الزاوية بدهاك كروي كبير يمضي الهدف الثاني رغم النقص العددي ويرفع رصيده 3 أهداف في البطولة ليصبح هداف الكلوب.
بقية الوقت جي اس كا قامت بمحاولات لتذليل الفريق دون نتيجة، خاصة مع دخول الفريوي مكان ساسي في 84 دقيقة لعب، اللي في 3 دقائق عمل زوز عمليات، الأولى صوب والمطالبة بضرب الجزاء بعد تدخل العبيدي، والثانية صوب فيها مع 89 دقيقة كورتو فوق المرمى بقليل، واللي اكتفى بعشر دقائق لعب بما أنه تم إقصاؤه مع دقيقة 90+4 يزيد عقد أمور الشبيبة اللي تنقاد لهزيمتها الرابعة على التوالي مع عدم التسجيل لمدة 360 دقيقة. الاكسبيريونس اليوم عملت الفارق مع هذا الحقيقة، أنا راضي على اللي فار على الأقل اللي عملوا الأولاد على البوليوم تاع دوزاميتان، مي مالوريزمون نتيجة ماهيش في صالحنا، لكن مطالبين باش نخدموا نحسنوا الموجود ونتوندون لريكروتمون إن شاء الله. الكلوب رغم الغيابات تنجح في تنقل صعب ويحققوا أبناء الليلي أول فوز على الإكستيريور بعد 4 تنقلات في البطولة، 3 نقاط هامين في سلم الترتيب وخاصة للمعنويات قبل مباراة مصيرية في الشامبيونز ليج ضد هلال السودان، وأكثر من هذا ربح زاد بشري إضافي خاصة على المستوى الدفاع. رجال فوق التيران تريز أبليكي تريز أورغانيزي، لعبوا الملاعبية نتاع الخبرة، عطاو ما عندهم لاعبي الشباب اللي هما يمكن مشكون اليوم أول مباراة عنده سينيور، هذوما حاجات ذكي مع الريزلتا يعتبروا جينيكا فيليسيتي سي جواب.